طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم حنكمل لكتير اسيد بيس بالانس مع دكتور اسلام في الفسيولوجي لكتير 15. طيب، البالانس او الـ يعني اني اسال الجسم انه يحافظ على البالانس بين الاسيد والبيس، هذا يعتبر شيء مهم عشان البودي فلويدز الموجوده داخل الجسم. لازم الهيدروجين الموجود في الفلويد يكون دائما كونستنت، يكون دائما ثابت، ما يرتفع لرينج اعلى من الطبيعي ولا ينزل. طيب، انا عشان اعبر عن زياده او نقص الهيدروجين هستخدم البي اتش اللي هو السكيل الموجود هنا اللي هو البلد بي اتش ليفل. راح يكون عندي النورمال بين 7.35 الى 7.45، هذا الرينج يعتبر نورمال. اكثر من كذا حيكون الكالوسيس وكمان ممكن يسبب ديث، وأقل من كذا حيكون أسيدوسز ممكن أشي يوصل لمرحلة اللي هي الفيتل أو الدف. تمام. طبعا هذه العلاقة بين البي اتش والهيدروجين تعتبر علاقة عكسية. تمام، البي اتش هو واحد على الهيدروجين، يعني inversely، يعني إذا قلت إن ال اتش increase معناها البي اتش حيصير لها decrease، بما معناه إيش؟ أسيد، حيصير more acid. تمام، إذا قلت الـ H decreased فمعناها أن الـ pH حتزيد، الـ pH حتبدأ تزيد، فالكلام حيكون more، حيكون alkalosis أو حيكون base أكثر، حيكون base أكثر. طيب، فالعلاقة تعتبر عكسية ما بين الـ H والـ pH. طيب، normal pH قلنا أنه هو 7.4 أو current يعني between 7.35 to 7.45. While muscles are less alkaline than plasma with pH near to 7، يعني غالبا ال pH اللي يكون في البلازما الرينج حقه يكون بين 7.35 إلى 7.45، لكن السيلز نفسها، يعني كذا كنا نتكلم عن البلازما اللي هو البلد. تمام، عندي السيلز اللي موجودة في السيلز الموجودة في الجسم، السيل غالبا تكون تحتاج 7، عكس البلد اللي هو 7.35 إلى 7.45. طيب، يعني فكذا نقول إن السيلز تكون less alkaline لأنها يعني رايحة شوي للأسيد أكثر. طيب، if the pH of plasma less than 7.35 معناها acidosis، يعني ان ال H increase مثل ما قلنا، واذا اكبر من 7.45 معناها alkalosis و decrease في ال H او في الهيدروجين. وقلنا ان ال pH of the plasma هي اذا كانت اقل من 7 او اكبر من 7.8 فهذا حيسبب موت. فعندي إذا كانت ال إذا هنا إذا كانت ال pH أقل من 7، يعني في من 6 من 0 إلى 7 أو 0 إلى 6 هنقول، فهذا حيسوي يعني حيؤدي إلى الوفاة اللي هو الدف. وكمان إذا كانت أكبر من 7.8 وفوق حيكون إيش؟ حيكون دف. فأنا آخر شيء عندي اللي هو 14، لكن 7.8 وفوق حتؤدي لل حتؤدي للدف. طيب، ايش الاهميه اني اسوي ريجوليشن للهيدروجين كونسنتريشن في البادي فلويد؟ طبعا قلنا ان تحت السبعه او above 7.8 حيكون فيتل لعده اسباب. اول شيء ان النيرفس سيستم او الخلايا العصبيه تكون جدا يعني حساسه وسنسيتيف لاي تغير في البي اتش يصير، فهذا الشيء ممكن اذا يعني اذا ارتفع عندي البي اتش في الجسم فتلاقي الجسم بدأ زي يصير متوتر أو تجي التشنجات. يعني هذا التشنجات هي أسباب عصبية، فجات التشنجات بسبب ارتفاع في البي اتش، يعني صار عندي الكالوسيس فصار عندي كونفولجن. فدائما ممكن أنا ما أقول إنه صار في ريس في البي اتش، ممكن الدكتورة تجيب لي مثلا كلمة هذه اللي هي الكونفولجن، فأنا على طول أعرف إنه صار في عندي انكريز في البي اتش. هذه واحدة من ال يعني الكي وورد اللي حنستخدمها في اللكتشرات الجاية عشان نعرف نحل الكيسز حقت الأسيد والبيس والأسيدوسز والألكالوسز إما ريسبيراتوري أو ميتابوليك. فدائما كلمة convulsion تعني increase في البي اتش.
بس الحين اللي المفروض نعرفه الحين ان الخلايا العصبيه يعني سنسيتيف للبي اتش، فاذا زاد البي اتش حيصير في عندي الكالوسز، فالخلايا العصبيه تبدا تسبب تشنجات اللي هي الكونفلجن، واذا صار في دروب او ديكريز او قل البي اتش فحيصير عندي اسيدوسس، فالجسم يدخل في كوما، يدخل في غيبوبه. ثاني سبب ان البلازما تحت السبعة او فوق السبعة فاصلة ثمانية حتكون فيتال، هو ان الانزيم تبعت الجسم غالبا تشتغل على 7.4، يعني تحتاج اوبتيمال بي اتش. اوبتيمال بي اتش هي البي اتش اللي يكون عندها الجسم يشتغل باعلى طاقة ممكنة، او يعني افضل اداء ممكن. فهي تحت الانزيمز الموجودة تحتاج الى، غالبا معظم الانزيمز تحتاج الى 7.4 بي اتش، فإذا هذا الشيء ما هو موجود، إذا أنا عندي less than 7 أو above 7.8، فبالتالي الإنزيم الثاني ما حتبدأ تشتغل، فالفانكشنز والميتابوليك فانكشنز والفيسيولوجيكال فانكشنز اللي في الجسم حتبدأ تتأثر وتسبب لي اللي هو الموت أو الدث. ثالث السبب هو أن أي تغير في البي اتش حيأثر على الأيونيك كومبوزيشن اوف بلازما، خاصة الكي كونسنتريشن او البوتاسيوم كونسنتريشن، اللي هي حتكون يعني سيريس افكت اون ذا هارت، لان البوتاسيوم مش يعني ريلاكسيشن في الهارت، فممكن يصير في سرعة ضربات اللي هي النبض بشكل سريع، حيزيد الهارت ريت، وهذا الشيء حيأثر على البيشنت بشكل خطر. فالبي اتش تغير البي اتش حيأثر على الايونيك كومبوزيشن اللي هي الصوديوم بوتاسيوم كلورايد والباقي، لكن اهم ايون حيأثر عليه هو البوتاسيوم كونسنتريشن. طيب الحين الهيدروجين هذا يعني ناخذه من وين، او من فين الجسم ممكن يحصله؟ اول واهم مصدر للهيدروجين هو السي او 2 او الفولاتايل اسيدز. الفولاتايل اسيدز يعني بما معناه ان هي المتطايره او اللي نقدر نحصلها كذا في ال هيك الفولاتايل تعني متطايره، لكن هنا نعني فيها ان طريقه الحصول على السي او 2 نفسها. طبعا الجسم يعني زي كانه لفه او زي كانه سيركل، تمام؟ هنا حيكون عندي اول ما نتنفس او اول ما تاخذ نفس مثلا حتدخل اكسجين للجسم، تمام؟ الاكسجين حيمشي في الدم الين يوصل للسيلز ويعطيها الاكسجين، هذه السيلز حتسوي لي يعني حتبدا تشتغل والفانكشنز حقتها، مثلا بروديوس انزيمز ومتابوليك اي شيء، فحتطلع لي اكيد ويست او متخلفات اشياء ما تبغاها السيل عشان الجسم يتخلص منها، فحتعطيها للبلد. فاللي حيرجع هنا هنا الاكسجينيتد بلود او عن طريق الارتري، حيرجع الحين الاشياء اللي ما تبغاها السيلز عن طريق الفينز، او حترجع لين تطلع برا الجسم، فحيكون واحد منها اللي هو السي او 2، تمام؟ فالجسم السيل هذه تتخلص من السي او 2 وتعطيها للبلود، والبلود يطلع، فمن هنا انا احصل على السي او 2 واخذ من الهيدروجين، تمام؟ فهذا اول واهم سبب، يعني تقريبا هو البرايمري ديترمنت اوف اتش كونسنتريشن اللي هو السي او 2. قلنا انه هو يصير باي ميتابوليك رياكشنز ان ذا سيل، مثل الصوره اللي هنا، ان السيل تاخذ الاكسجين من الدم تبدا تشتغل تعطيني الميتابوليك فانكشنز حقتها، وبعدين ترمي لي السي او 2 في الدم. السي او 2 حيجي حيرتبط مع الاتش 2 او 2 الاتش 2 او فورمينج كاربونيك اسيد، حيكون لي اللي هو المركب هذا اللي هو الاتش 2 سي او 3. بعد ما يكون ال H2CO3 اللي هو الكربونيك أسيد، الكربونيك أسيد هذا حيصل له ديسوشيشن، حينفصل إلى H اللي هي الهيدروجين اللي أنا أبغاها، و HCO3 اللي هو البفر حق الجسم by action of carbonic anhydrase enzyme، أو نقول اللي هو CA enzyme. هذا الإنزيم هو اللي حيفصل لي ال H2CO3 إلى H اللي هو الهيدروجين اللي انا ابغاه عشان الجسم يسوي ريجوليشن، والى ال HCO3 اللي هو البفر. فدائما نربط يعني دائما نربط المعادله هذه بعدين في الميتابوليك اسيدوسس وكذا، ممكن تكون اسهل لنا، اللي هي CO2 بلس H2O حتعطيني H بلس HCO3. فدائما ممكن اتذكرها بهذه الطريقه، ان السي او 2 اذا زادت حيزيد اكيد، يعني بما ان زاد عندي السي او 2
فحقدر اطلع H و HCO3 اكثر. فاذا زاد CO2 حيزيد ال H وحيزيد ال HCO3، فزاد ال H معناها انه حيكون عندي ايش؟ decrease في ال pH، فحيكون عندي اللي هي ال acidosis. طيب، واذا نقص ال CO2 حيصير هنا العكس كمان، فحيكون عندي decrease في ال H هيقابل increase في ال pH هيقابل الكالوسيس. تمام، فهذه المعادلة ممكن تسهل علي كمان اللكتشرات الجاية، ممكن استخدمها يعني بدون يعني احذف هذا الجزئية اللي هنا واستخدم المعادلة الكاملة، ممكن تسهل علي اللكتشرات اللي بعدها. المهم نعرف طريقة ال H كيف جات، ان ال CO2 حيتاخذ من السيلز بعد ما خلاص خلصت شغلها، حتعطينا CO2، وال CO2 بدوره حيتفاعل مع ال H2O. لما يتفاعل مع ال H2O حيعطيني H2CO3 اللي هو الكربونيك أسيد، وحيجي انزيم اللي هو الكربونيك انهيدريز او السي اي انزيم، حيكسر لي ال H2CO3 الى هيدروجين و HCO3. تمام، فاي انكريز في ال CO2 مثل ما قلنا حيزيد ال H، while decreasing in CO2 حيقلل لي decrease، حيسوي decrease في ال H. فعلاقة طردية ما بين ال CO2 وال H، وعلاقة عكسية ما بين ال pH وال H. طيب، ثاني مصدر للهيدروجين هو ال strong acids اللي هي السلفر والفوسفات. هذه الأشياء ناخذها من البروتين لما نسوي انجشن، لما ناكل بروتينز ونسوي انجشن الانيمال بروتين خاصة، حتعطيني السلفر السلفوريك اسيد والفوسفوريك اسيد، ناخذ منها الهيدروجين. اشياء ثانيه اللي هي اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد نعرف في البايوكيمستري انه يصير وقت الانيروبيك جلايكوليسيس في المسلز، لما يصير في عندي اكسرسايز بشكل يعني عالي او بشكل مرهق حيطلع لي الجسم لاكتيك اسيد. ايضا الكيتو اسيد مثل الاسيتو اسيتيك اسيد، هذه الاسيد يعني الاي والبي غالبا تكون عند الناس اللي عندهم diabetes uncontrolled diabetes، لأنه حيبدأ يستخدم الفات بدل الكارب في ال يعني الجسم. الناس المرضى اللي هم عندهم diabetes mellitus حيبدأوا يستخدموا الفات بدل الكارب، فحيحلل الكيتو أسيدز بشكل أكبر، يعني حيصير عنده كيتو أسيد أو أسيتو أسيد أسيتو أسيتيك أسيد، فحياخذ هيدروجين كمان. فهذا اللي هو الرقم بي هاب او الكيتو اسيد، هذه حتكون موجوده في الدايابيتس ميليتس. اما اللاكتيك اسيد حتكون موجوده في الانيروبيك جلايكوليسيس، لما الجسم او لما البيشنت يبدا يعني يعطي مجهود اعلى من طاقته، يبدا يتمرن بشكل مكثف، فالمصص حتبدا تطلع لاكتيك اسيد اكثر وياخذ منها الجسم اللي هو الهيدروجين. طيب، هذه ملخص للتايبس اوف اسيد. قلنا الكيتو اسيد حتكون في الان كنترول دايابيتس ميليتس، لاكتيك اسيد اللي حتكون في ستيرنس اكسرسايز الفيكست مثل السلفوريك والفوسفوريك اسيد، والفولاتايل اسيد مثل السي او 2 فروم ذا ميتابوليك رياكشنز، واللي هي تعتبر البرايمري ديترمنت اوف اتش، يعني المين او اكثر شيء اعدل فيه للهيدروجين هو السي او 2، لانه هو المين يعني هو اهم واحد من الاربعه هذول. طيب، طبعا the body fluids are continuously loaded by H from different sources، يعني ناخذ ال H هذه من sources كثيرة، فال pH are kept constant by the action of buffers. البفرز اللي هم نوعين، إما يكونوا chemical buffers أو يكونوا physiological buffer. البفر يعني بما معناه يسوي موازنة للجسم، buffers في الجسم تسوي موازنة لل pH وكذا. فإما يكونوا chemical اللي هم substances neutralized small amount of added acid or base in the body، يعني إذا كان في عندي زيادة بسيطة في الأسيد أو البيس، فالsubstance هذه المواد اللي في اللي هي chemical substance هتبدأ ترجع لي ال pH للنورمال اللي هو 7.38 إلى 7.45 أو 35. الphysiological buffers عاد هذه تكون يعني physiology، تكون عن طريق actions يسويها الجسم، مثلا الهايبرفنتيليشن الهايبرفنتيليشن اللي هي زيادة في النفس أو يصير نفس أقل. أيضا الكدني تبدأ تشتغل كبفر سيستم، اللي هم two buffer system أو physiological two physiological buffer system اللي هم اللونج والكدني.
فيبدا اللنج يزيد لي السي او 2 او ينقصني السي او 2، وايضا الكدني تبدا تزيد الاتش سي او 3 او تنقصها وكذا تبدا يشتغل. طيب هنبدا في الكيميكال بافرز او السبستنس اللي هم الكربونيك اسيد او الباي كربونيت بافر سيستم، كربونيك اسيد باي كربونيت بافر سيستم، هذا اسمه الكامل كذا، كربونيك اسيد باي كربونيت formed of، هو عبارة عن H2CO3 وبايكربونات، يعني كربونيك أسيد وبايكربونات. البايكربونات حتكون more basic، ال H2CO3 حيكون اللي هو CO2 dissolve in water، هو عبارة عن CO2 لما يذوب في الموية لما يتفاعل مع الموية حيطلع لي H2CO3، CO3 مثل ما قلنا هنا في فوق المعادلة أن CO2 لما يتفاعل مع ال H2O حيطلع لي H2CO3، فهذا أول بفر. هذا اللي هو الكيميكال بفر. اما الفوسفيت بفر سيستم، الفوسفيت هذا حيكون عباره عن فوسفيت او فوسفوريك اسيد. الفوسفوريك اسيد يكون مور اسيدك، يعني في حاله البيس الفوسفوريك اسيد حيرجح حيسحب البي اتش للاسيديتي اكثر. في حاله انه يكون الجسم عنده مور يعني بيسك او ارتفع البي اتش بنسبه قليله، في الفوسفيت حيبدا يرجع عفوا معلش، اذا كان اذا الجسم راح للاسيديتي اكثر فالفوسفيت حيكون هو عباره عن بيسك اكثر، فحيرفعها حيرفع البي اتش. فزي ما نقول انه يشتغل عكس بعض، لكن هم مع بعض، فبالتالي في بالانس ما بينهم، يشتغل مره في الاسيديتي مره في البيسك. فاذا ارتفع البي اتش يشتغل الفوسفوريك اسيد، واذا نزل البي اتش حيشتغل الفوسفيت. ثالث نوع اللي هو البروتين او ثالث بفر اللي هو البروتين بفر سيستم، حيكون عباره عن بلازما بروتينز. البروتين تكون موجوده في البلازما، الهيموجلوبين نفسه، والانتراسيلولار بروتين اللي تكون داخل السيلز. البروتين اللي داخل السيلز ايضا تعتبر واحده من البفر سيستم اللي ممكن تتحكم في البي اتش. بس مثل ما قلنا ان الكيميكال بفرز تتحكم بالبي اتش بنسبه قليله، يعني ارتفاع بسيط او انخفاض بسيط، يعني كميه مره قليله. لكن اذا كان الزياده او النقصان بشكل كبير، المفروض ان الفسيولوجيكال بفرز هي اللي تبدا تشتغل، لانها اسرع وافكتيف اكثر، او يعني الافكت حقها اعلى. فهذا نفس الكلام للكيميكال، قلنا الثري بفر سيستم، كاربونيك اسيد باي كاربونيت بفر، فوسفيت بفر سيستم، بروتين بفر سيستم. لازم نعرف ان الكربونيك اسيد باي كربونيت بفر هو الموست افكتيف بفر، اللي بسبب انه ايش عنده هاير او هاي كونسنتريشن كان بي ايزلي ريجوليتد، يعني هو سهل انك تتحكم فيه، وايضا موجود في الجسم اكثر يعني بكميه اعلى من الاثنين الباقيين. الفوسفيت بفر يكون امبورتنت في مكانين بس. الفوسفيت بفر يكون مهم في تو سايتس، اللي هو الانتروسيلولار فلويد، في الفلويدز اللي ما بين يعني داخل السيلز، وفي التيبيولر فلويد اللي هي في الكيدني، تكون في التيبيولز او في اللي هو الرينال تيبيول. اخر بفر اللي هو البروتين بفر سيستم، يعتبر انتراسيلولر بروتين. الانتراسيلولر بروتين، البروتينز الموجوده في الانتراسيلولر حتكون موست بلنتفول بفر ان ذا بودي، هي اقوى شيء. اما الهيموجلوبين بفرنج باور از 6 تايمز ذات اوف بلازما بروتين، يعني هو عبارة 6 أضعاف البلازما بروتين بفر. فالهيموجلوبين يعتبر أقوى من البلازما بروتين بست مرات. بس كده خلصنا الدرس لورقتر 15، إن شاء الله يكون واضح، ويعطيكم العافية.